إحنا كأعضاء هيئة التدريس دائما بنحاول مراجعة المساقات ضمن الخطة المطروحة لبرنامج البكالوريوس حتى نقدر نضمنها بأحدث المعايير والمناهج اللي بتساعد الطلاب إن يكونوا متميزين فعليا في سوق العمل. التخصصات الموجودة عندنا تخصص إدارة أعمال، تخصص محاسبة وفرعي تسويق، زائد إحنا في صدد إدخال تخصصات جديدة منها الدراسات الثنائية الأعمال الرقمية، ومنها أيضا تخصص المحاسبة حسب المسار اللغة العبرية، لأن طموحنا إنه طالب بس يتخرج من عندنا يكون قادر على تقديم امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي وانخراطه واندماجه بسوق العمل. من ضمن الخطة أيضا عمل تشبيك مع مؤسسات القطاع العام مثل هيئة سوق رأس المال، جمعية مدققي الحسابات، سوق فلسطين للأوراق المالية، وعمل زيارات عملية للشركات في أقسام المحاسبة. بسبب جامعتي هاي أنا لقيت شغل، هم بفضلهم لقيت الشغل، هم بعتوني على أماكن أشتغل فيها، وغير قبل كانوا يبعتونا أماكن نتدرب فيها. ما بتخيل إنه في كمان جامعات بتوفر فرص عمل لطلابها غير هاي جامعتنا. الدكاترة اللي موجودين كانوا بالجامعة هون ساعدوني لأنخرط أكتر بالجو، ساعدوني بالمساقات كيف أبلش فيها مع إنه كنت شوي متأخر عنها، كانوا مرنين بالتعامل، قادرين يوجهوني صح بالأشياء اللي أنا دخلتها، وبالمساقات كيف أبلش وإيش الأشياء اللي أتأخرت فيها، إيش الأشياء المفروض أقدم عليها هلا. غير عن هيك هذه اللغة الإنجليزية اللي أنا اكتسبتها كانت كثير قوية، وعندنا هون في الجامعة بيودونا أسبوعين تدريب بشركتين مختلفات، فهذا الإشي بيخليك إنك أنت يعني تكوني مجربة أصلاً سوق العمل قبل ما أنت تتخرجي. نصيحتي لطلاب التوجيهي يدرسوا الموضوع الخاص بريادة الأعمال. إدارة الأعمال تخصص كثير 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 مفيد بالعالم التطبيقي، لأنه موجود كل أنحاء العالم، موجود بكل إشي بنسويه، سواء سوينا إشي شخصي كموظف كأي إشي موجود عندنا. تخصص المحاسبة من التخصصات المهمة، أي مؤسسة في البلد بتحتاج إنه يكون عندها محاسب. طالب بمجرد ما يتخرج بكالوريوس إدارة أعمال يصبح قادر على الاندماج بسوق العمل كموظف أو كمدير لمشروع ممكن هو يكون قادر على إنشائه. يعني كنا نحسهم إنهم جد بدهم يعطوا من قلبهم، إنه إحنا مش بس طلابهم، إحنا ولادتهم كانوا يحسونا، كان يحكي لنا إياها دائماً، أنتوا زي ولادنا. فتجربة كتير حلوة، وبنصح الكل إنه أي شيء بده إدارة أعمال تسويق يجي على هاي الجامعة، بالأخص إنها ما بتغلب تعدسة المعابر، تروح وتيجي ومعبر كل يوم، قريبة في ضواحي القدس وجوها حلو، جوها جو حلو كتير الجامعة.